السنة ساعد كمان رجعت على الجامعة وفت على الوزاك ودرست موسيقى وتخرجت. صح وتخرجت. أنا رجعت على عمر 28 سنة بالجامعة من 3 سنين تقريبا 3 سنين ونص وتخرجت هلأ بهالسنة يعني بالحجر. وانت رجعت كملت تعمل حفل التخرج وراحت. أنا 90% من رجعتي على الجامعة لحتى يقولوا اسمي بحفلة التخرج. أوف. وهي أول سنة ما بيعمل حفلة التخرج بالجامعة. إيه صدقا. طب قوم لك ان احنا اللي نخرجك يا خيي اذا يعني ماني قادر اوصلك على حدا بالايزاك تقل مو المعروف استاذ روني الله يخليك دكتور روني دغري رادي بس نقول لهم شفت كيف خيطوه هلا خيطوه. طب شباب ولو قلنا شيء شو اسمه مبروك مبروك شيء ايوه يلا هلا بنغني ايوه لحظه لاقول لك